الكلام ده بالظبط هو هي دي يعني بتلخص رؤيتنا. احنا عادة لما بيكون في خفض لأسعار الفايدة على طول بنتجه على البنوك اللي هي منكشفة أكتر ناحية الأفراد، لأن هنا بنشوف في إن إعادة تسعير القروض بيكون أبطأ من المؤسسات. بس احنا المرة دي شايفين إن وتيرة الخفض دي هتكون أبطأ بكتير من وتيرة الرفع اللي احنا شفناها ما بين 2022 2023، فبرضو الضغوط على عوائد الأصول هتكون أقل بكتير. الأنوايندنج بتاع الريت هايكس دي هتكون أبطأ، وبالتالي الضغط هيكون أقل. في نفس الوقت برضو زي ما حضراتكم ذكرتوا في تخفيف لضغوط التمويل كمان، وخصوصا في السعودية شايفين نشاط اقتصادي ضخم جدا، وحتى في الأوقات اللي كان فيها أسعار فايدة عالية جدا كنا شايفين الإقراض بيكبر بشكل كبير، ما وقفوش أو ما لما حتى لم يبطئوا. فبالأولى بقى لما يكون في أسعار فايدة أقل لازم هنشوف ترويج أكبر، يعني شركات كتيرة قوي مستعدة إن هي تكبر وعندها خطط للنمو، بس كانت مأجلة الخطوة دي لحد ما يكون في أسعار فايدة أقل. فكل ده هينعكس بقى في الفترة اللي جاية دي، هنشوف يعني بصورة أكبر زيادة في الفوليوم أو زيادة الإقراض بشكل عام، وكمان في ضغوط التموين هتقل. هيكون في برضو لما يكون في زيادة في حجم الإقراض هيكون في برضو الرسوم هتزيد، فدي كلها حاجات هتساعد البنوك إن هي إلى حد ما تخفف من الضغط اللي هيحصل لها بسبب الخفض في أسعار الفايدة بالشكل. سارة نادين معك، بس فولو أب على الموضوع. البنوك السعودية كانت تدفع فوائد عالية على الودائع لأنه بسبب الضغط على السيولة، يعني في طلب كبير جدا على الإقراض بسبب المشاريع الحكومية، وبالتالي اضطرت لأن تدفع فوائد عالية والسايبر كان مرتفع. من هنا بس فيك توضحي فكرة أنه أنتم تتوقعون تراجع بتكلفة التمويل، فإلى أي مدى بتعتبروا أنه يعني سيترجم تخفيض الفائدة تراجع بما تدفعه البنوك على الودائع في ظل الضغط على السيولة القائم؟ هو طبعا هي دي حاجه بطبيعه الحال، انت حتى لو بصيتي على السايبر النهارده هتلاقي السايبر اوريدي ابتدى ينزل، وكان بينزل من قبل حتى من خفض الاسعار الفايده الاسبوع اللي فات. فده كله هيترجم الى معدلات سيوله افضل، ودي كانت مشكله كبيره في السعوديه الفتره الاخيره، وكانت عامله ضغط كبير على التمويل او اسعار التمويل. وفي نفس الوقت فعلا الثمن بتاع التمويل ده هيقل، فده اوريدي شايفينه في سايبر، وانا اتوقع ان هو مع خفض اكتر هيكون في معدلات سيوله افضل، وبالتالي هيكون في منافسه اقل على الودائع دي، وبالتالي طبعا هتترجم الى ضغوط تمويل اقل. طبعا سارة انت ذكرتي بانه يعني بشكل قد يكون غير منطقي التوجه نحو البنوك المنكشفة أكثر على الشركات، قد يكون لازالت استراتيجية جيدة تحديدا في السعودية بسبب النمو الكبير المتوقع لإقراض الشركات. لكن حدثينا أكثر إذا ما أردنا أن نقارن الإقراض للشركات، إذا ما قارناها بالإمارات، إذا ما قارناها بالكويت أيضاً، ما هي الاختلافات هنا لربما؟ الاختلافات كبيرة. يعني في السعودية لو بصينا في آخر أرقام سنة هنلاقي إن قطاع الشركات كبر بأكتر من 16%. لو قارنا الأرقام دي في الكويت والإمارات كان أقل بكتير، يعني بشكل عام القروض في السعودية كبرت ب 12% included فيها يعني قطاع الأفراد. في الكويت أقل من 3%، الإمارات القروض بتاعت الشركات كانت بس كبرت ب 4%. عشان كده هنلاقي حتى البنوك الإماراتي تتكلم كتير قوي على توسع بره الإمارات، تتكلم كتير قوي على توسع جوه السعودية كمان. كمان البنوك الكبيرة في الكويت بتعمل نفس الحاجة. فالسعودية إلى حد كبير يعني فيها زي ما بنسميها الهوم جرون ستوري، يعني فيها زخم كبير، فيها نشاط اقتصادي كبير، وده طبعا زي ما انتم عارفين بسبب رؤية 2030. بعدها كمان هنشوف اكسبو، لسه هنبتدي نشوف بقى الاكتيفيتي اللي بتحصل بسبب اكسبو، وبعدها كمان في الورلد كاب، فدايما في اكتيفيتي كبيرة ودايما في تريجرز كبيرة للسعودية، وده سارة اللي مخلينا
ترى عنا دقيقة قبل أن نذهب إلى موجز الأخبار، يا ريت تعطينا التوبكس، ما هي الأسهم المفضلة لديكم ولماذا؟ إحنا في السعودية بنفضل ساب وبنفضل SMB لأن هما دول المنكشفين الأكتر على قطاع المؤسسات زي ما يعني زي ما اتناقشنا. وبعدين في الإمارات عجبنا بنك أبو ظبي الإسلامي وكمان بنك أبو ظبي التجاري، الاثنين دول هيقدروا إن هم يتفوقوا على غيرهم في الإمارات من ناحية الربح ومن ناحية برضو النمو. بالنسبة لبنك أبو ظبي التجاري كمان هيكون عنده على عائد على توزيع الأرباح من توصل ل 7.5%، وده طبعا مجزي جدا. Dividend yield.